لا أستطيع بناء سفينة بأخشب قديمة فعليك أن ترحل. السلام عليكم السيد الأول. بريميرمون الناس اللي دارونا المهزلة على المسكرة ديليكتورال الحراك ماهوش مرهون بالانتخابات، ماهوش مرهون بالمواعيد، وماهوش مرهون بالديسيجيونز. الحراك هو ثورة مستمرة، الحراك عنده مطالب، الحراك خرج باش يقول لا حل لكل العصابات. لو حاولوا ناخذوا الصورة مسرعة البارح، كان تداول العصب انتخابات تاع البارح سيتي تانونس كرانيك. لو نحاولوا ناخذوا الصورة يعني واضحة على البارح، كان ما يسمى لاجيري اوفيسيال وما يسمى لاجيري ريال، الجزائر الرسمية والجزائر الواقع. الجزائر الرسمية اللي داروا فيها الرسميين سكون ابال المهزلة، راهم يقولوا باللي فيها مؤسسات، كاين انتخابات ما يسمى نزيهة، كاين خمسة مترشحين، لو طو بارتيسيباسيون راهم يقولوا عالي، ولكن لو نجيو نبدلوا الصورة إلى جزائر الواقع، واش نلقاو فيها؟ نلقاو فيها كريم طابو والأخضر بورقعة وأكثر من 200 معتقل راهنة الحبس من أجل إبداء آراء. نلقاو شبيبة منهارة نفسيا، شبيبة مدمرة من هذا النظام، من هذه العصابات، شبيبة راهي تقطع في البحور، شبيبة راهي تنادي، راهي تصرخ، راهي تقول كفى كفى فساد في هذه البلاد. الجزائر الواقع راهي تريفولتي، هذه الملايين وهذه المئات الآلاف، واش راهي تقول؟ راهي تقول حرروا البلاد. سيسي يكفي، يكفي مهازل، يكفي تدمير، يكفي تداول العصب. عندما ليماج تاع البارح، عندما نرى صورة عبد العزيز بوتفليقة ينتخب، هذا إعادة نفخ روح في نظام ميت، إعادة نفخ روح في جثة ميتة. عندما نرى عبد العزيز بوتفليقة جي ينتخب، هذا يعتبر تداول للعصب والحراك. واش راهو يقول؟ لا لتداول العصب، لا لانترنونس كرانيك، رانا نقولوا رحيل جميع العصابات. ونطر حنا نطر كومبا توجور كونتوني، نعاود نقولها، ماناش مرهونين بالانتخابات. ونقول كلمة للرئيس المعين سي تان بريزيدون ديزيني نو ايلي، واش نقولوا له؟ عندك وليدك راح يشرع له 22 في قضية كوكايين. لو كانت عندك شوية أخلاق أخلاقيا وسياسيا، وليدك متورط في قضية كوكايين كنت ما ترشحش. والحراك واش راح يقول اليوم؟ تتنحاو بإذن الله، وهذه سيتي ماسكارات، وحنا ماناش مرهونين بانتخابات. نوتر كومبا توجور كونتيني، اون فا غاني، راح ليبيريو لالجيري ونحروا هذا الشعب بإذن الله. إرادة الله من إرادة شعوب وإرادة الله لا تقوى. النظام تاع البارح لو باساج اون فورس تاع تنظيم الانتخابات بقوة فات على سلام بفضل حكمة وسلمية الشعب، ولكن على النظام وخاصة السلطة الفعلية أخذ بعين الاعتبار الدروس من عدم المخاطرة مرة ثانية بالبلاد وباستقرار البلاد. الآن نحن في وضعية جديدة، وضعية جديدة تطلب من الحراك تغيير استراتيجية تاعها، وضع استراتيجية جديدة. الآن نحن في الحراك علينا أن لا نعترف، صحيح أن نعترف، أن لا نعترف بشرعية الرئيس لأنه مفروض، والدليل ان الشعب يرفض هذه الانتخابات، ولكن نتعامل معه ونتعامل مع السلطه كوضع ولا كامر امر واقع. صافي دير نو سوم دو لو فيت اكومبلي، اون دو شانجي نوتر استراتيجي اي نوتر بوليتيك، اون دو ديبوزي نو دوليونس كي سون لا بروميير، لا بروميير دوليونس سي دو ريفيزي او دو ريفير لا كونستيتيسيون، اعاده دستور جديد، دستور اللي يفتح الحريات وينزع مصدر تعيين الرؤساء، مصدر تعيين الرؤساء. اولا اعاده النظر في جميع قوانين اللي ينظموا الحريه، بدءا من قانون الانتخابات، قانون الاحزاب، قانون الاعلام، قانون الاشهار، قانون المنظمات، قانون الاضراب، المنظمات بصفه عامه، الجمعيات، كل هذه القوانين اللي تنظم الحريه لازم اعاده النظر فيها ووضع منظومه قانونيه جديده، وبعدها نديروا مسار جديد لاعاده جميع
المجالس إعادة انتخاب جميع المجالس، وهذه من خلال أولا إعادة انتخاب المجالس البلدية ثم المجالس الولائية ثم المجلس الشرعي ثم انتخابات رئاسية جديدة اللي تكون عندها شرعية الشعب. إذن هذه هي المطالب اللي لازم على الحراك يتبناها في المستقبل، لأن وضع جديد لازم على الحراك أنه يتعامل ويتكيف مع الوضع الجديد، ولكن في إطار وحدوي، في إطار منظم، وفي إطار سلمي. إذن نحن في وضعية جديدة وفي استراتيجية جديدة، علينا أننا نتماسك ونزيد نكثف من كل العمليات الوحدوية ونكثف من نشاطات تاعنا والضغط تاعنا على السلطة الفعلية من خلال الأمر الواقع. الآن عندنا رئيس يمثل السلطة أو السلطة الفعلية، مع الناس رئيس شرعي، ولكن عندنا سلطة الأمر الواقع نتعاملوا معه ببراغماتية ونتعاونوا معه أو نتفاوضوا معه من أجل تحقيق كل المطالب الإصلاحية وكل مطالب الحراك منذ انطلاق انتفاضة 22 فبراير. عاشت الجزائر، المجد والخلود لشهداء الأبرار، وشكرا لبربر تيفي. Oh!